انتشل الطواقم الإسعاف والإنقاذ جثامين عشرات الشهداء الفلسطينيين من داخل مدرسة البراق بحي النصر شمال مدينة غزة بعد قصف صاروخي ومدفعي إسرائيلي طال المدرسة. وأفادت مصادر بالقطاع أن أكثر من 50 شهيدا أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن تم انتشالهم من داخل المدرسة. من جانبه دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إسرائيل إلى وقف العدوان على قطاع غزة بشكل فوري. قال إن الحل لهذا الوضع القائم هو إنهاء الاحتلال والاحترام الكامل لحق الفلسطينيين في تقرير المصير.